بسم الله أبو ابن روح القدس الآن واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور جوستين. في الحلقة دي احنا اتكلمنا عن عودة جيني عزيز ميرزا، بس في الفيديو ده هنتكلم بإذن ربنا عن مين اللي ليه الفضل في رجوعها. على حسب المعلومات اللي وصلت لي، رجاء محبة لسه جديد على القناة، ضغط زرار الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. طبعا مما لا شك فيه ان اخوها كان بيعمل مشاركات على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بطريقة جبارة جدا. يا جدير بالذكر ان طلب ان الناس كلها تعمل مشاركات، فمن ضمن الحاجات اللي انا عرضتها صراحة ان هو يتكلم نيافة الانبا بافلي، لان نيافة الانبا بافلي اسقف جدع رائع بمعنى الكلمة، وفعلا تم تدخل الأنبا بافلي وبالتعاون مع قيادات الأمن الوطني تم الوصول لجيني عزيز مرزق. نشكر ربنا على عودتها، ملابسات عودتها وملابسات اختطافها والكلام ده يهمنا جدا إن الكنيسة نفسها تبحث فيها والعيلة عشان نعرف أساليب محاولة اختطاف البنات القبطيات المسيحيات ايه ونعرف نتجنبها. ورجاء من نيافة الانبا بافلي ان الموضوع ده تفاصيله تتعرف، مش عشان نعرف موضوع تفاصيل جيني، بس على اساس نعرف ازاي نتجنب خطف اي بنت مسيحية على وجه الخصوص واي بنت عامة في وجه العموم، فيبقى في وقاية من المشاكل دي ومن حالات الاختطاف. نشكر ربنا على العودة، ونتمنى من ربنا عودة باقي البنات المختطفات سواء المسيحيات او غير المسيحيات. وبالنسبة اؤكد بالنسبة للبنات المسيحيات اللي تم تغيير دينهن، اطالب بجلسات نصح وارشاد لهن ولأي حالة جديدة. رجاء محبة لسه جديد على القناة، فرحة جيني عزيز مرزق رجاء محبة. ده المعلومات اللي وصلتنا على مين بالظبط اللي حاول رجوعها، الأنبا بافلي بالتعاون مع قوات الأمن الوطني، ده اللي وصلني. وأب كان اسمه أبونا يوئيل، دي المعلومات اللي أنا عرفت أتوصلها. أتمنى من الرعاة عامة في كل الأساقفة في كل المناطق يكونوا حازمين في رد بناتهم المختطفين. أقابلكم في حلقة جديدة مع قناة دكتور سليم. رجاء محبة مشاركة الفيديو، عمل لايك وتعليق. شكرا لحضراتكم كتير.